خاطر النهار ليله خالص النهار لو الحظ اللي هو السعادة. والله لا يكف عنك يا استاذ يا حمادة. حاسب شايف 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 ما تخافيش. يلا بسرعة عشان ورايا دور تاني. وكشفت الفنانة مي سليمة عن بعض الكواليس بمسلسل المداح أسطورة العودة ما تعرضت له بعد أول يوم تصوير، حيث جمعها مشهد بالفنان فتحي عبد الوهاب. وقالت مي سليمة في برنامج نجوم رمضان: أول ما رحت تصوير المداح قلت لهم أنا بسمع أن عندكم مع فريد وبجد بيحصل لكم حاجة، قالوا لي ما تخافيش دي حاجات بسيطة. بعدها كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي كان بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع. وأضافت مي سليم: الأوضة اللي إحنا كنا فيها كان فيها شمع، سألت الولد أنت جيت ناحية الشمع؟ قال لي والله أنا واخد الجاكيت في حضني ما جيتش ناحيتها. وخرجت للأستاذ أحمد سمير فرج سألته: إيه ده أنا لسه تاني يوم تصوير والولد اللي كان بيعمل لي شعري استشوار فرقع، كل مرة أجي اللوكيشن بقرأ كل الآيات اللي أنا حافظاها وبشغل قرآن في الكرفان.